عبد الرحيم، طيب اللي تجيبها مليانه تربحها عيالها في وقتها ولا تمسكها؟ والله ما في بعدين دواليب. ها؟ في احد ما عندهم عيال. عيال بعيانات. زي هذا تبيع هذا؟ طير هذا؟ اي. هذا زي امه. لا بيع حاله. هذا عنده اخوه احسن. عظيم تشوفني دواليب في الاصغار يا عبد الرحيم. زيك يا كل خير. لكن هذا سجل رقم، سجل رقم يا عبد الرحيم. انا ما قاعد افهم. سجل سجل رقم.